لا أدري ماذا حدث، حيث أنه اختفى البث، لكن عدنا والعود أحمد، لأن مشاهدينا عدنا إليكم في هذا البث المباشر من صفحة أول. إذن كما قلت مرحبا بكم في هذا البث ومع هذا البرنامج الرائع المتميز من تقديم سلمى زياني عضو أو إذا أنطلق وإياكم من في هذا البث. على ما أظن يجب على على الإخوة والأخوات الكرام أن يلتحقوا بنا. لا أدري ماذا حدث في البث الأول، لكن عدنا والعود أحمد. ممكن البث على ما أظن البث القديم راه متوقف، على ما أظن البث القديم متوقف. ممكن تراسلونا إذا البث القديم متوقف، راسلونا. لا أدري ماذا حدث، لكن إن شاء الله يعود البث كما كان. كما قلت لكم منذ قليل، موضوعنا اليوم موضوع جد شيق، ألا وهو اللغة العربية خبرية اليوم هي اللغة العربية. إذا مع المعلومة الأولى والتي تقول اللغة العربية يتحدثها أكثر من 422 مليون نسمة حول العالم. أعيد المعلومة، اللغة العربية يتحدثها أكثر من 422 مليون نسمة حول العالم، بحيث مقارنة مع 7 مليار نسمة تعداد سكان العالم، ومن يتحدث هذه اللغة أكثر من 422 مليون نسمة حول العالم. وهذه الخبرية الأولى حول اللغة العربية. نعم، إذن على ما أظن التحاق الجميع بهذا البث لأنني قمت بإعادته. إذن كما قلت، هذه الخبرية الأولى. بالنسبة ننطلق إلى الخبرية الثانية. الخبر الثانية عن اللغة العربية. اللغة العربية يتوزع متحدثوها الأصليون في الوطن العربي أولاً، وتركيا وإيران وتشاد ومالي وإريتريا. أعيد الخبرية رقم 2. الخبرية رقم 2، يتوزع متحدثوها الأصليون، أقصد اللغة العربية، في الوطن العربي وتركيا وإيران وتشاد ومالي وإريتريا. نعم، إذا نطلب من المتابعين التفاعل في الكومنتات، لأنني أقرأ الكومنتات، يعني أي معلومات حابين تضيفوها أو هناك خطأ أو هناك تصحيح ممكن تردونا عبر الكومنتات وأنا نقرأ لكم الكومنتات، ومن خلالهم راح إن شاء الله ينصحوا ينكملوا. إذا مع الخبرية رقم 3. الخبرية رقم 3، اللغة العربية هي في المرتبة 6 في الأمم المتحدة. نعم، اللغة العربية هي اللغة 6 في الأمم المتحدة. أعيد الخبرية رقم 3، اللغة العربية هي اللغة 6 في الأمم المتحدة. نعم، علينا أن نفتخر يعني إن شاء الله إلى المرتبة الأولى ولما لا. نعم، إذا قلت لكم كنا في الخبرية رقم 3، ننتقل وإياكم إلى الخبرية رقم 4. هذه الخبرية كالتالي، اللغة الرسمية الأولى للدول الوطن العربي وشن هي؟
جاوبوا في الكومنتات واشني هي اللغة الرسمية في الأولى لدول الوطن العربي. طبعا 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 اللغة العربية وهي اللغة الرسمية في الوطن العربي، وهذه المعلومة هي المعلومة أو الخبر يا رقم 4. إذا أنتقل وإياكم من الخبر يا رقم 4 إلى الخبر يا رقم، نعم، 5. 5، نعم أحسنتم، أنتم تتفاعلون معي، نعم. إذا الخبر تقول: تسمى اللغة العربية لغة الضاد لأنها الوحيدة التي بها حرف الضاد. أعيد الخبرية: تسمى اللغة العربية لغة الضاد لأنها الوحيدة التي بها حرف الضاد. يعني في العالم كامل، العالم كامل كل لغات العالم ولا لغة فيها حرف اسمه الضاد إلا اللغة العربية، ولهذا تسمى لغة الضاد. ايه المعلومات؟ انا اجيب لكم المعلومات. كومونتي وكومونتات. اذا ننتقل من جو المعلومات الى جو الاناشيد، ومع انشوده اخترتها للغه العربيه وهذه للاطفال وللقارئ ايضا. الله، أمسك قلمي وبفرشاتي أرسم أحلامي، وبمدرستي مع أصحابي تحلو أيامي. هيا نزين بالألوان حروف العربية. لغتي لغتي ما أحلاها لغتي العربية، أكتب حرفي أقرأ كتبي أغني أغنية. إذا شكرا جزيلا متابعينا الكرام الذي أحبهم كثيرا على هذا الاستماع وهذا الجو وعلى التعليقات الآن جد رائعة يعني، وسأنتقل إن شاء الله في محطة قادمة إلى جو التعليقات، لكن الآن أكمل لكم مع خبرية في اللغة العربية ومع الخبر يا رقم هيا، إذا كنتم معي على ما أظن متابعين معي الأرقام، إذا الرقم 6. هل تعلم أن اللغة العربية أثرت على لغات أخرى مثلا كالتركية والفارسية والكردية والفرنسية والإسبانية ولغات أخرى؟ نعم، اللغة العربية أثرت على هذه اللغات
كالتركية والفارسية والكردية والفرنسية والإسبانية ولغات أخرى أيضا. إذا هناك مثال ننتظر من التعليقات يعطيونا مثال عن كيف أثرت اللغة العربية على لغات أخرى، سواء ثقافيا أو في كتابة، أو كتابة باللغة العربية أو بالأحرف للغة العربية أو كلمات في المعجم أو في الفهرس العربي هي موجودة في لغات أخرى، والتي بذاتها أو هي مأخوذة من اللغة العربية. أنتقل وإياكم إلى الخبرية رقم 7. إذا الحرف تكتب بحروفها لغات أخرى، مثل يعني هناك لغات أخرى يكتبوا بالحروف اللغة العربية مثل الفارسية والكردية والملاوية أو الملاوية والتركية والتركية سابقا، نعم ليس الآن، تركيا سابقا كانوا يكتبوا باللغة العربية وبعدها أصبحوا يكتبون باللغة اللاتينية. إذا أعيد حدوتها رقم أو خبرية رقم 7 تكتب بحروفها، تكتب باللغة العربية بحروفها أو تكتب بحروفها لغات أخرى مثل الفارسية والكردية والملاوية والتركية سابقا. إذا كما قلنا نحن سننتقل من الخبرية أو من حدوتة أو هذه المعلومة من رقم 7 إلى رقم 8. هذا الرقم 8 يقول اللغة العربية أو الخط العربي هو من أجمل فنون العالم. صح، إيه نعم، عليك أن تفتخر، عليك أن تفتخر باللغة العربية. نعم نعم، اللغة العربية أو الخط العربي هو من أجمل الفنون في العالم، يعني الخطوط العربية غير منتهية، وهو فن من الفنون العالمية أو الجميلة عبر العالم. إذن كي لا أكون لا أكثر عليكم المعلومات، لأن المعلومات جد قيمة وجد رائعة، حتى أنا أحببتها. أنا تعلقت باللغة العربية، يعني كنت تعرفوا الإفرنج والأخر، لكن الآن أحببت اللغة العربية كثيرا، وإن شاء الله سأحسن لغتي بإذن الله. لا يجب أن أبرح قليلا. إذن أنتقل وإياكم من جو المعلومات إلى جو آخر، وهو قراءة بعض الكومنتات. إذن القائدة لميا تقول أهلا قائدة المال، أهلا بك يا قائدة لميا. الصف مسموع، شكرا قائدة لميا. إذن قائدة لميا تدعو منا، ولا وهي بنتها، البنت رائعة، قائدة بنت القائدة لميا بنت رائعة. نعم، يقولون أن الصوت مية مية. إذن يوسف بن عمران، القائد يوسف بن عمران يقول موضوع جميل. نعم، بكل صراحة إنه جميل لأنها اللغة العربية. القائد أبو محمد حسان، ربي بارك فيك قائد سلمان، منور متألق دوما، شكرا جزيلا، الله يعزك وربي يحفظك. قائد لم يتقول أيضا أحسنت. أبو محمد يدعو كريم غضبان. قائد يوسف بن عمران أعطينا الخبريات على شكل أسئلة، فكرة جد رائعة، فكرة جد رائعة، ممكن. نعم عجبتني الأفكار، هذه الأفكار نية، أنا أبحث عنكم أيها القادة، سبحان الله، شوف الأفكار جد رائعة، يعني بسيطة، أعطينا سؤال وخلينا نبدعو، وهذا هو المشاركة. إذن قائد لم ينتقل أيضا جميل، جميل جميلة قائد سلمان. نعم أنا منا، أهلين قائد، أهلين بالزهرة منا، هذه الزهرة رائعة والله، لو تعرفون هذه الزهرة، لن يعني سبحان الله، نشاط، قوة، حضور، الله يبارك، ربي يحفظها للقائدة لميا. إذن
قائدة مي تقول متألق قائد شكرا جزيلا القائدة مي. القائد عارف قاسم يقول بالتوفيق شكرا قائد. سوزان أحمد تقول الجزائر بلد عربية شقيقة وبها من التاريخ والجمال ما نفتخر به شكرا جزيلا، ونحن نفتخر بكل الدول العربية، وكما نقول مقولة الشهيرة العرب والجزائر خاوة خاوة. إذا محمد جاسم الشامي يقول تحية حب وتقدير، الله محييك، الله يعزك، الله يحفظك. إخلاف إسلام يقول تحية كشفية متبادلة من نفس البلد الجزائر، أهلا أهلا وسهلا ببلد المليون ونصف المليون شهيدة. إذا قائدة مي أيضا تقول تدعو محمد علوان. قائدة لمية تقول شكرا لك قائد سلمان منور الدنيا عاوزين الكل. نعم الكل يحضر معنا وسنبدع بإذن الله، ولما لا ولما لا. السهرية مستمرة والبث مباشر إن شاء الله مع برنامجكم المتوز، هذا البرنامج اسمه حدوتة وخبرية مع القائد سلمان زياني. إذا أنتقل وإياكم إلى خبرية أخرى. هذه الخبرية تقول رقم 9، الخبرية رقم 9، اللغة العربية، اسمعوا مليح، اسمعوا معي مليح، لازم تسمعوا. اللغة العربية يا جماعة عدد كلماتها 12.3 مليون، تصور شوف هذا الكم الهائل. افتخر أيها العربي، افتخر باللغة العربية. شوف عدد الكلمات، سبحان الله، عدد كلمتها 12.3 مليون، هذا باع كبير، هذا كنز كبير، سبحان الله. 12 مليون فاصل 3، لازم تركزوا معي يا قادة يا متابعين، 12 مليون وتحفظوهم، بعدين راح يكونوا أسئلة كما قال القائد. إذا سنعمل بفكرة القائد، نعم، يعني هذه تغيرات بيني وبين هذا هو سر البرنامج، هو تغيرات اللي بيني وبين المتابعين. السؤال يقول كم جذر لغوي في اللغة العربية؟ كم، أعيد السؤال، كم جذر لغوي في اللغة العربية؟ نعود السؤال باش تسمعوا مليح يا قادة، تبعوني. كم جذر لغوي في اللغة العربية؟ أنتظر إجابتكم عبر الكومنتات. نعم أنا موجود الآن وأتابعكم بكل ما أوتيت من أحاسيس بكل تركيز. نعم بكل تركيز أني نحفظ شوي في اللغة العربية. إذن السؤال يقول، أعيده، كم جذر لغوي في اللغة العربية؟ أنتظروا إجاباتكم الآن وأنتقل وإياكم إلى أنشودة أخرى، أو أنتقل من جو الأناشيد وجو قراءة الكومنتات وجو المعلومات إلى جو رائع لا وهو الكلمات، جمال اللغة العربية أو كلمة في اللغة العربية. تابعونا. استمعوا جيدا. من اليمين إلى الشمال كتبت حروفك على راحة يدي، من اليمين إلى الشمال. عندما رأيت لساني معلقا في برزخ ما بين مجد غابر واحتلال كتبت حروفك على راحة يدي، من اليمين إلى الشمال. بعدما تركتك على الرفوف هباء للمستشرقين، بعدما رأيتك تكتبين من الشمال إلى اليمين، هجرتك ما بين الجدران، فعودي إلي أنغام عود، عودي إلى أذني أذان، فلساني أرض محتلة وأنت الشعب المنفي، فعودي الآن.
تعلمت الإعراب في مدرسة أمريكية. ترجمت النصوص إلى الإنجليزية لأفهمها. على المقاعد الخشبية ساعتان في الأسبوع تكفيان. أضعتك في القواعد وفي الحفظ بعيدا عن البديع والبيان. أضعتك بين ورقة تسجيل وورقة امتحان. وكم يعجز قلمي عن الكتابة، وكم يتلعثم لساني، تتعثر في فمي، تتعثر في فمي أبيات الشعر وآيات القرآن. وما زلنا نردد: أنا البحر في أحشائه الدر كامن، في صفوف مدارس نستورد مناهج تعليم. يا بحر، يا بحرا غرق غواصوك وسرق دررك القرصان، يا بحرا أحمده التاريخ، فعودي إلي طوفان، عودي إلي طوفان لأركب حروفك سفنا وأبحر، لأركب حروفك سفنا وأبحر، فيصبح الشعر ذاكرة ونسيان، لأركب حروفك سفنا وأبحر، ويصبح الشعر وطنا. أنغام عود عود إلى أذني أذى، فلساني أرض محتلة وأنت الشعب المنفي، فعودي الآن لتكتب سطورنا من اليمين إلى الشمال، من اليمين إلى الشمال. والله مبدع، والله إنها مبدعة. يا سبحان الله، أي هام العرب، هام القوات، سبحان الله. شجعتني، يعني شجعتني على المضي في اللغة العربية إن شاء الله. إذا أعود وإياكم من جو الشعر والإبداع والأحاسيس الرائعة الحماسية التي تزيدنا فخرا باللغة العربية إلى المعلومات والسؤال. هل من إجابة عن السؤال بالنسبة للخبرية رقم 10 والتي تقول هذه الخبرية تقول: كم جذر لغوي في اللغة العربية؟ نعم 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 نعم. القائدة لمية تقول 12. نعم، سأعطيكم جواب، أنا لا أبشر مباشرة في الجواب لكن سأعطيكم جواب. إذن سأقرأ الكومنتات. كومنتات رائعة جدا، يا الله يا الله، لكن أنا أريد السؤال بعدها أنتقل إلى جو قراءة التعليقات من المتابعين. أحبكم، أنا أحبكم في الله، أنتم رائعين يا متابعين، يا متابعي حدوتة، يعني سبحان الله، تلتقى متابعين مثل هيك، ما في منهم. شكرا. إذا لم يكن هناك جواب آخر سأبشر في سرد الجواب للغة العربية. إذن ما فيش باش ما نطولوش كثير. إذن اللغة العربية عدد أو لها 16,000 جذر لغوي. نعم 16,000 جذر لغوي. شوف يعني عظمة اللغة العربية. يا جماعة افتخروا بلغتكم. يا جماعة لازم علينا أن نقرأها جيدا. أسامي يقول 10، لكن المعلومة اللي راهي عندي ممكن تصحوها. المعلومة اللي راهي عندي 16,000 جذر لغوي. 16,000 جذر لغوي، يعني بحر ما مستحيل نخلصها، ما تخلص اللغة العربية. إذا أنتقل وإياكم الخبرية رقم كم؟ 11. هذا الرقم 11 من المعلومة أو من الخبرية يقول، نقوم بسرد سؤال وبعدها خبرية عادية. إذا الخبرية تقول، هذه خبرية سهلة: تكتب اللغة العربية إلى الشمال، كما قالتها هذه الشاعرة الطيبة، تكتب اللغة العربية من اليمين إلى الشمال. ممكن في اللايف يبان اليمين من هنا. نعم
من اليمين إلى الشمال، من اليمين إلى الشمال اللغة العربية هكذا تكتب. ومعلومات هذه جد قيمة، أنا أحببتها، يعني رغم كنت بحثت عنها وأحببتها، سبحان الله. يعني تصوروا اللغة العربية رائعة جدا، إبداع إبداع. لا وأنا أقول لماذا كان العرب قديما يحبونها حبا جما، لماذا؟ وهي خير كبير. نعم نعم إنها خير كبير. إذا لم يبقى لدينا الكثير من الخبريات، أنتقل وإياكم من جو الأناشيد والخبريات إلى جو كومونتات. إذا وين كنا متوقفين؟ كنا متوقفين، نعم 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 رائع، نعم كنا متوقفين في القائدة مي تقول رائع قائد. شكرا جزيلا قائدة مي. قائدة لمية تقول 12 خطأ يا قائدة لمية، لازم تجتهدي، لازم تجتهدي المرة القادمة إن شاء الله. إذا القائدة أو معنا منا مصطفى، أهلين منا، تقول أنا النهاردة مبسوطة أوي اللي أنا بتفرج على حضرتك، شكرا جزيلا أيتها الفتاة الطيبة منا، بارك الله فيك. إذا قائد محمد جاسم الشامي يقول رائع ومبدع، أنت المبدع، نعم أنت المبدع، شكرا جزيلا وبارك الله فيك. القائدة سموحة أحمد، هذه القائدة الرائعة من أسرة حدوتة كشفية، تقول مساء الخير للجميع وتحية من فلسطين. الله يا قائدة يا قائدة، نعم نعم، ومن لا يحب فلسطين؟ كلنا نعشقها ونتمنى من الباري أن نرى فلسطين حرة ومنتصرة إن شاء الله في القريب العاجل، يا رب يا رحمن يا رحيم. إذا مع القائدة سارة، تقول قائدة سارة محمد الهيري تقول تحية كشفية من المغرب، أحسنت قائد. شكرا جزيلا قائدة على هذه المتابعة الطيبة وبارك الله فيك، ونتمنى لك الخير الكثير. نعم تأتي القائدة السومة، نعم قائدة السومة دينا تقول سلمان نجمنا الرائع، الله يبارك فيك، أنت نجمتنا، منك تعلمنا النجومية، من مين؟ من وين تعلمنا النجومية؟ نعم شكرا لك قائدة. القائدة لمية أيضا تقول الله الله، نعم الله الله، نعم شكرا جزيلا على الكلمات الجميلة، اختيار رائع قائد. شكرا جزيلا قائدة لمية. إذا حدوتة كشفية معكم بالحب والاحترام، نعم هذه منصة جد رائعة على فكرة، هذه المنصة تنقل الأخبار، تفجر طاقات لقادة كانت مكبوتة، كانت مختفية لا نراها، لكن بفضل هذه المنصة الرائعة والمبدعة الحمد لله تم التوفيق لاكتشاف مهارات، اكتشاف مواضيع، الكثير من الأشياء، استفادت الكشفية العربية كثيرا كثيرا من هذه المنصة الطيبة. إذا منى تقول مرحبا مرحبا، نعم مرحبا بك أيضا. نعم تدعو القائدة أجي. إذا القائد تدعو كاظم يوسف، أين القائد كاظم؟ نبحث عنك بكل من تحت الشجر وتحت الحجر، أين أنت أيها القائد؟ إذا القائدة مي تقول كلمة مميزة قائد سنو، شكرا جزيلا، ربي يحفظكم بزاف بزاف، كما هذه باللغة بالعامية الجزائرية، أحبكم بزاف بزاف وشكرا لكم بزاف بزاف. موفق أخي العزيز زكريا نصري، شكرا جزيلا القائد نصري، هذا من قادة الجزائر وهو من محافظة برج بوعراريد، شكرا جزيلا من هنا أحييكم وبارك الله فيكم على كل إبداعاتكم. نعم كاظم، نعم يلتحق القائد كاظم معكم، شكرا القائد كاظم هذا أحبه، إنه قائد رائع وهو من غزة، من هنا أحييك من بلد المليون ونصف مليون شهيد إلى غزة إلى أرض الرباط، بارك الله فيكم ربي يحفظكم. إذا لمية تقول أيضا، لمية معنا الله يحفظك قائدة لمية من مصر، من الإسكندرية، الله يحفظك قائدة، شكرا شكرا جزيلا بزاف بزاف باللغة العربية باللغة الفصحى.
هذه الجزائرية، هذه اللغة الفصحى الجزائرية. بزاف بزاف. نعم. قائد أسامة من المغرب الشقيق، مرحبا بك، يقول مزيان مزيان. نعم، هذه الدارجة المغربية. نشكر جميع القادة من المغرب أو من المروك، شكرا جزيلا، ربي يحفظكم. مع المغرب الشقيق. ما فهمت الكلمة من القائد منا. نعم، قائدة دينا تقول الله غير لا غير متوقف. نعم، وأنت رائع وأسلوبك رائع، شكرا جزيلا القائدة، بارك الله فيك. قائد يسميه في العشرة، خلاص فت السؤال يا قائد. نعم، تحية من العراق، الله محيي شعبنا في العراق، الله بغداد والرافدين، الله يحفظكم. أحب العراق والله، أنا بحكي بحكي عراقي، بحكي عراقي. شكرا جزيلا لكم. نعم، ها هناك إجابة رائعة من القائد لمياء 16 ألف، شكرا لك، لكن شكرا لك لكن متأخرة قائدة، ولكن عمل جد رائع وعمل متميز، وربي يحفظك وربي يجعلها ميزة حسناتك. كي تجي الجزائر نعطيك الجائزة، والله كي تجي مصر نعطيك الجائزة. إذا قائدة من الزهرة، منها على ما أظن هذه الزهرة، منها ما بين الحساب تاعها، لكن تقول أنا مبسوطة جدا اللي أنا أترجع. نعم، شكرا جزيلا. 16 ألف يقول كاظم. نعم صحيح صحيح، قائد كاظم. قائد أنا من، نعم من، أهلين أهلين أهلين. 16 ألف منور، شكرا قائدة مي، منور يا قائد. قائد أسامة الله يحفظك. الكسار الكسار يقول ألف تحية من الرحال العالمي محمد الكسار من مصر المحروسة، مرحبا بك أيها الرحالة المتميز، بارك الله فيك على المرور الطيب بهذا البث المباشر من صفحة حدوتة كشفية. والله أنت جميل ومشجع على قائد الأنبياء، الله يحفظك، وتحية كشفية من مصر وننتظره قريبا، وفقك الله، شكرا جزيلا. منا، كلامك شيق وممتع، شكرا قائد مي. نعم، الكومنتات كثيرة، لكن ما شاء الله عليك سلمان، تحية من قسنطينة، أهلين بناس قسنطينة. قسنطينة هذه مدينة في الجزائر، في شرق الجزائر، وهي تسمى مدينة الجزر المعلقة. لإخوتنا العرب اللي حب يجي لقسنطينة تعالوا، والله منطقة جد رائعة، كما نقول فورميدابل، هذه ما بعرفش نعبر. المهم منطقة جد رائعة، جد إبداعية، يعني مناظر سبحان الله، سبحان الخالق. إذن شكرا قائد كارل، أسلوبك رائع وممتع. نعم، وأنت أمتع يا قائد، أحبك، أنا أحبك في الله، أنت رائع باشوش، فيك سخي سال، والله سبحان الله، أنا أتفرج وأنا مبسوط وفرحان، شكرا جزيلا. قسنطينة قلنا، ما شاء الله بارك الله فيك قائد. إيموشن جواد، جواد نعم، جواد أخي جواد الله يحفظك. جواد كان معنا في حدوتة، يا رب نشوفكم جميعا في فلسطين، ولا يمكن أن ننسى أننا في الجزائر نعامل كجزائريين أصحاب. نعم، أنتم في الجزائر وكأنكم جزائريين، ما يخصكم شيء، يعني لو تجيوا الجزائر عندكم بيوتكم مفتوحة، وبيوتكم ليس بيوتنا بل بيوتكم، تعالوا نحن نستقبلكم بكل صدر رحم، وإن شاء الله نحن معكم في التحرير بإذن الله. نعم، حسام دنديس، قائدة مي تدعو الجميع، تحية من المغرب، الله محييك الله محييك قائد أسامة الله يحفظك. نعم، المغرب رائعين إبداعيين، والله إبداع هذا القائد أسامة، هذا القائد إنسان، أسامة هذا إنسان فنان، فنان تعرف شنو فنان، فنان في المونتاج وفي الإخراج وكثير من الأشياء، يعني كنت أعرفوه، ما تشبعوا منه. إذا القائد محمد جاسم الشام يقول تحية حب وتقدير لكم من العراق، الله يحييكم من العراق، الشعب الذي نحبه كثيرا. كل الاحترام للجزائر حبيب من فلسطين، الله يحفظك قائد حسام دنديس. كاظم، ولك كل الحب والتقدير والاحترام، وأنا والله يحبك كثيرا، الله يحفظك. يلا.
نريد أسئلة. نعم، ومن جو الكومنتات أنطلق وإياكم إلى جو الأسئلة. السؤال أو الخبرية رقم 12 12 12. أيوة، هذا السؤال سهل، خليوا الجماعة يعني يعلقوا. المهم، كم تحتوي اللغة العربية، كم عدد حروف اللغة العربية، أو كم تحتوي اللغة العربية من حرف، كم تحتوي اللغة العربية من حرف؟ ننتظر إجابتكم الآن. نعم، وفي انتظار إجابتكم أنتقل وإياكم إلى جو الأناشيد مع أنشودة رائعة للغة العربية. نعم، في انتظار اللغة الأنشودة الجميلة من تقديم المنشدين. والله هذه بحثت عنها ووجدتها، ستكون أمامكم إن شاء الله. نعم، يلا معلش. نعم، هاي اللغة العربية. على موضوعنا، دائما الأخطاء تكون، لكن سنصلح هذا الخطأ من اللغة العربية. اللغة العربية، يلا يا اللغة العربية. سأعود ل أرى ما هو أين الخلل، أين الخلل، لا أعرف أين الخلل، لكن س و نعم 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 أنتقل وإياكم. إذن سأرى الإجابات. الإجابة الأولى من القائد أسامة تقول 28، لو كنت جاوبك قائد. والإجابة الثانية من قائد لمية تقول 29، القائد كاظم يقول 28، القائد ميت تقول 28. قولي إجابة صحيحة قائد لمية، انتظري. والقائد جواد يقول 28، والإجابة الصحيحة هي تحتوي اللغة العربية على 28 حرف. جيد جدا، شكرا. نعم، أنتم رائعين، لكن هناك قائدة قالت 29. يا قائدة، هذا الحرف حرف بي والله جي، والله وش الحرف هذا الجديد هذا اللي زدته هنا؟ أعطينا عايش والله بي مو بي، بي هذا الحرف الجديد هذا 29، ليش تقولي 29؟ إذن الجواب الصحيح هو 28. شكرا لكم أيها القادة الكرام على هذه الإجابات القيمة، أنتم رائعين. ما نعرف ليه أنتم رائعين. قائدة لمية نعم تصح وتقول 28، نعم ولم لا. شكرا لك القائدة. إذن هناك خلل، لكن سأضبط هذا الخلل وأعود إليكم. إذن أنتقل إلى السؤال الثاني. يقول السؤال أو السؤال رقم 13 أو الخبرية رقم 13 رقم 13 أعطونا تاريخ اليوم العالمي للغة العربية، اليوم العالمي للغة العربية. أعطونا التاريخ بالضبط، تاريخ اليوم العالمي، ومتى نحتفل باللغة العربية. نعم، هيا هيا يا جماعة، نحن ننتظر الجواب، نحن ننتظر. يا قائد أسامة، كونك نشط، هيا يعني أعطينا الإجابة. ما اليوم العالمي لي أنا أغني باللغة العربية؟ نعم سأغني باللغة العربية. إذن قائد كاظم أنت رائع جدا، صوتي غير مش مليح يعني مش جيد يعني مثل صوتك، أنت صوتك بلبل، لكن أنت نحن الآن نريد تاريخ أو اليوم العالمي للغة العربية للإجابة. أنتم تبحثون، أنا أعرفكم جيدا، جاوبوا مباشرة، لا تبحثوا في الإنترنت،
تبحثون في جوجل وبعدها تقولون لي أننا نجيب وكذا إلى آخره. يلا يا معليش معليش، أقبلها أقبلها من الإنترنت، أقبلها. هي إجابة اليوم العالمي للغة العربية. نعم، اليوم العالمي للغة العربية. يلا 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 يلا، هناك إجابة أنا أنظر إليها بعين واحدة. نعم هناك إجابة، هناك إجابة، إجابة وأظنها صحيحة. نعم أظنها صحيحة. يا الله على الإجابات، يا الله على الإجابات. نعم، الإجابة الأولى تقول من القائد لمياء، تقول 18 ديسمبر، وتقول أيضا في إجابة ثانية 4 ديسمبر. يعني أنا أختار ولا كيف؟ كيف يا قائد لمياء؟ فهمينا، يعني فهمينا في الـ هذا الـ هذا الطرح، هذا الطرح، هذا الطرح كبير، هذا النقاش كبير. يا قائدة، ممكن تفهمينا لماذا أجبت إجابتين، واحدة 18 ديسمبر والأخرى 4 ديسمبر، وتقصدين به اليوم العالمي للغة العربية؟ القائدة تقول مش متأكدة. تأكدي يا قائدة، تأكدي. إذا والقائد كاظم يقول 18 ديسمبر. القائد كاظم من غزة يقول 18 ديسمبر. نعم سنجيب، سنجيب، ولما سنجيب؟ سنجيب عن هذا السؤال القيم، سنجيب عن هذا السؤال. يلا نزيد سؤال، نزيد إجابة أو اثنين ومباشرة نعطيكم الإجابة كي لا أطيل عليكم كثيرا يا متابعين الكرام. نعم تقول القائدة لم يتعود، وتقول 18 ديسمبر، وتؤكد ب 18 ديسمبر. القائد أسامة يقول 18 ديسمبر. نعم القائد كاظم يقول 3 ديسمبر، عيد ميلادي. عيد ميلادي يا قائد والله يا القائد ده غير قائد رائع، نادر نادر هذا القائد، قائد كاظم، قائد كاظم، هذا قائد نادر، ما في منه اثنين. سبحان الله. نعم إذا الإجابة، وعدتكم أنني سأجيب بعد اثنين إجابات. إذا الإجابة الصحيحة التي هي 18 ديسمبر. أحسنتم جدا جدا جدا، شكرا على هذه الإجابة الصحيحة، وهذه تستاهل عليها أنشودة. لغتي صوت، لغتي حرف، لغتي روح، لغتي نور في الظلمة، لغتي صوت في الأرجاء، لغتي 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 حرف به أتباهى، لغتي مجد لا يتناهى، لغتي علم يملأ فاها، لغتي فخر عز جاها، لغتي 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 دوما في العلياء، أعلام والإلقاء اسم وصف للأشياء، لغتي 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 أنت يا لغة القرآن، اقرأ رتل يا إنسان، املأ قلبك بالإيمان وبوحي الهادي المنان، أنت يا لغة القرآن، اقرأ رتل يا إنسان، املأ قلبك بالإيمان وبوحي الهادي المنان، لغتي 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 لغتي. جاهزين على هذا الاستماع الطيب من القادة الكرام المتابعين، متابعين صفحة حدوتة كشفية، هذه الصفحة الرائعة التي تحتوي على الكثير والكثير من المعلومات والكثير من الإبداعات، وتحتوي أيضا على قادة نبحث عنهم كثيرا وهم
بدورهم فجروا هذه الطاقات في هذه الصفحة وفي هذه المنصة الرائعة والإبداعية. إذن هنا نعود وإياكم إلى الكومنتات. القائد يقول، قائد أسامة يقول، أو قبل القائد أسامة، قائدة نورة مستقل، قائدة نورة تسكن، هذه القائدة قائدة رائعة جدا، هي من محافظة، من محافظة ولاية سطيف. سطيف هذه منطقة رائعة بشرق الجزائر، وهي ولاية من ولاية الجزائر، تحتوي على الكثير أيضا المناطق الرائعة والمناطق الخلابة والمناظر التي ترى فيها قدرة الخالق. إذن لمن يريد زيارة سطيف فليتصل بالقائد سلمى زياني، وإن شاء الله سيكون له برنامج طيب إن شاء الله. إذن يقول القائد محبي كشافة اللاذقية، لو سمحت ضع سؤال مسابقة على شاشة أو مكتوب لي من أنظم حديثا ما هو السؤال. إذن القائد هي عبارة كانت هذا اليوم برنامج اسمه خبرية وحدوتة، حدوتة وخبرية، والموضوع اليوم موضوع اللغة العربية. أنا كنت أسرد على القادة الكرام خبريات، ولحد الآن سردنا 13 خبرية، هذا الفكرة الأولى. بعدين قائد من القادة أعطانا فكرة، وهذا هو ميزة هذا البرنامج، أنه ويطبقها على هذا البث المباشر. ومن خلال القائد يقول أننا يجب عليك أن تطرح علينا أسئلة في هذه الخبريات ونحن نجاوب وكان له ذلك. إذا أنت أيضا قائد تستاهل هذا الأخر، لكن لسوء الحظ خلصوا لي المعلومات. وإذا عندكم معلومات حطهن في الكومنتات، ونحن بدورنا سنقرأهم وسنقرأهم فقط، لا يعني لا أستطيع أن أقول أنها صحيحة أو خاطئة، سنقرأها إذن الله يبارك فيك. الكل يقول الكلام جميل، والله شوف أسرة حدوتة كشفية، أعضاء أسرة حدوتة يعني لو تعرفونهم عن قرب، ناس جد رائعين متميزين في إبداع لا متناهي. المهم أنتقل وإياكم إلى آخر معلومة، المعلومة هذه قيمة وأعجبتني كثيرا، وأخيرا اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم. أعيد الخبرية، اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم. هذه آخر خبرية كانت في هذا البث المباشر لهذا اليوم الطيب، مع أجمل وأطيب وأروع متابعين صفحة أو منصة حدوتة كشفية، ومع أجمل أيضا وأفضل أعضاء حدوتة كشفية، الذي والله تعرفت عليهم في بضعة أيام، أو في بضعة لايفات، أو في بضعة زومات نعم عن طريق الزوم، لكني أحببتهم كثيرا. ومن هنا، من هذا البث المباشر من الجزائر، من بلد المليون ونصف المليون شهيد، أنا القائد سلمان زياني أوجه رسالة وأقول لهم أسرة حدوتة كشفية وأعضاؤها وخاصة القادة الكرام، أقول لكم أحبكم في الله، وإن شاء الله ربي لاقينا بكم في طيبة ولقاءات ممتعة، بعد أن إن شاء الله ندعو الله أن يرفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء، ونلتقي في أجمل حلة بإذن الله. ما زال إبداع كين، إبداع من القادة كين بكميات كثيرة، لا أستطيع وصف هذه الإبداعات من كثرتها. إذن شكرا جزيلا. أقرأ بعض الكومنتات.
إذا يلتحق معنا بعض القادة أيضا، قادة رائعين. نعم، إذا القائد سلمان من قائد فوجة الوفاء قسنطينة، هذا الفوج رائع، أحبه كثيرا هذا الفوج، فوج جد رائع، استقبلني في العديد من المرات. من هنا أوجه تحيتي لكم وأقول بارك الله فيكم وربي يحفظكم كثيرا. إذا قائد كاظم يقول كفيت وفيت قائد سلمان، الله يبارك فيك، تستاهل أحلى أكلة مفتون. نعم، هذا القائد عندما أراه يشعرني بالجوع، دائما هكذا يقول اشياء فقط عن الجو، وانا لا استطيع ان اصبر عن الاكل. اذا القائد صالح بن عمراني، على فكره هذا القائد اعتبره هذا اخي، هذا صديقي، كما نقول احنا باللغه الفرنسيه صديقي الانتيم او صديقي الحقيقي. هذا قائد من قائد فوجي، قائد فوج السعد الوابح الذي هو بمدينة عين تغروت وبالتحديد في برج بحرير شرق الجزائر. ومن هنا أحييه وأقول له بارك الله فيك، شكرا جزيلا على صداقتك الطيبة والرائعة والمخلصة، أيضا إنها صداقة مخلصة 100%. نعم، القائد المحافظ الولائي رضا عبدوش، نعم القائد تحب الأكل ثاني، أنا ثاني. إذا عدت إليكم والعود أحمد بسبب تعرفوا في اللغة في الوطن العربي دائما النت تكون ضعيفة أو شبكة الإنترنت تكون دائما ضعيفة. إذا عدت إليكم قاعدة سموحة تقول مزيان مزيان بزاف بزاف قاعدة سلمان، شكرا جزيلا قاعدة سموحة، بارك الله فيك ربي يحفظك، أبدعت قاعدة يسعد قلبك والله يحفظك قاعدة مي، شكرا جزيلا. إذا أخي العزيز هارون هذا منشد مبدع، إن شاء الله سنكتشف ما مواهبه عن قريب، هذا منشد رائع وينشد في جميع المحطات، يعني هو في الإنشاء تاعه متميز رائع جدا. إذا نعم يلتحق معنا المحافظ الولائي رضا عبدوش، الله يحفظك، أهلا وسهلا، يقول تحياتي أخي القائد، تحياتنا القائد سلمان مبدع دوان. نعم شكرا جزيلا بارك الله فيك ربي يحفظك بزاف بزاف قائد، وربي يسترك إن شاء الله يجعلها في ميزان حسناتك إن شاء الله. الله الله أنت مبدع ورائع وروحك حلوة ما شاء الله يا قائد، راكي أثنيتي كثيرا ما هذا الوجه، يعني أصبح أحمرا من ثنائك. إذن شكرا جزيلا لك قائدة على هذه المتابعة. إذن كان معكم في هذا البث المباشر القائد سلمان زياني من صفحة أو من منصة حدوتة كشفية في آخر المطاف. أقول لكم كان اليوم، كان هذه الأيام لنا عيدين على ما أظن، عيدا أذكر عيدا هو عيد الطفولة، فمن هنا وأقول لكم العيد العالمي للطفولة. ماذا أقول، تحياتي العطرة والطيبة والمباركة لكم أيها الأطفال، وخاصة أخص المنظمة الكشفية لكل أشبالنا وزهراتنا على هذا اليوم الرائع واليوم الذي نتذكركم ونتذكر إبداعاتكم ومرحكم ومشاكلكم أيضا. إذا مني أنا أخوكم سلمان زيني أحييكم وأقول تحية كشفية. إذا الحصة باشرت على الانتهاء، وكما يقال اليوم ممتع والبث ممتع ولكن الوقت ضيق. سأقول لكم كلمة أيضا، شكرا على كل من يسهر ويتابع ويقوم بأعمال جبارة. نعم هناك أعمال جبارة ورجال خفاء يعملون من أجل إنجاح هذه الصفحة، ليس بالهين، أنتم ترون فقط الغلاف لكن ما وراء الستار وما وراء الغلاف هناك رجال ونساء ونساء، نعم نساء قائمين على هذه الصفحة أو على إن شاء الله.
الله ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم وربي يجعلها في ميزان حسناتكم. قبل الختام أدعو لكم دعاء كريما يا ربي إن شاء الله في هذا اليوم في هذا البث، ربي يحفظكم وربي إن شاء الله يشكر كما أخص بذكر لكل هذا الوطن العربي، أتمنى له الازدهار والتطور والرقي، وأتمنى أن تكون لغتنا العربية ليست في المرتبة السادسة بل في المراتب الأولى. أتمنى من المولى عز وجل أن تكون في المرتبة الأولى عربيا وعالميا وفي كل مكان، وإن شاء الله نتمنى لكم أيها المتابعون ولكل أسرتنا الكشفية أسرتنا وأسرة الكشفية نعم أن دوام الصحة والعافية والستر، وإن شاء الله نلتقي في بث آخر وحدوتة آخرة أخرى. انتظرونا على فكرة أعيد، انتظرونا في هذا البرنامج من كل ثلاثاء على الساعة 7 مساء بتوقيت غرينتش والثامنة بتوقيت الجزائر. إذن هناك الكثير من التعليقات لكن كما قلت الوقت ضيق، فأقول لكم شكرا 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 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع السلامة.